الكلمة الآن سي ميشو. ميشو مطهر. غادي هنا الرئيس. شفتك. الرئيس السلام عليكم. هذه وزارة التجارة هذه سي سبيسيفيك الرئيس. هذه وزارة التجارة هذه سبيسيفيك الرئيس. أنا راني الرئيس مع احتراماتي بان شرط الزميل تاعي. هذه وزارة التجارة راني من دخلت كنايب راني نشوف فيها سي سبيسيفيك وزارة التجارة. من بوكروح إلى كذا، أنا شافي جامي شفت جدنا هذا شدها. ما فهمتش اللغز وراه. الوزير تاع التجارة هذا اللي قال إن علقوا اللي ما يحبناش. بكل حرية وبكل شفافية على المترشح اللي يحبوا، احنا المترشح تاعنا تعرفوه هو السي عبد العزيز بوتفليقة، الله يرحم الشهداء، تحيا الجزائر ونعلبوا اللي ما يحبناش، شكرا. هاو اللي عنبوا اللي ما يحبناش، التراب يجيبوا فيه، تراب. هاو التراب. التراب هذا نديك للمدية تراب أحمر تخدم به. شوف هذا تاع القط، تحب تاكل الدجاج اللحم. هذا كي كنت نقرا في الابتدائي صوروا لنا واحد الطبسي فيه سكولات تاع حوته، يقول لك القط ومشمش نسال على صديقه بشبش، هاو بشبش. الرئيس زيد نعطي لك هكذاك، انا عندي تربيه الابقار. الحمى القلاعيه حكمتنا من الجوان تاع عام الاول الى يومنا هذا راهي كارثه، راه ما حبوش يسينيالو. جايبينها بيريمي. وراه اللجنه تاع المراقبه اللي يفيريفوا الادويه هذه وامور، منين يجيبوهم؟ من مصر والاردن الادويه هذه. الزيت الهند تعطينا هبه مليون جرعه تاع 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 الحمى القلاعيه. يا نال بليس هذاك، هذه تقول لي كذا ام، انا ما فهمتش الوزاره التجاريه يمدوها غير سبيسيفيك، ما فهمتش وراه رايح هكذا. زيد هذا الوزير يهضر عليه صافيكس، هذا جايب على بالك دوك با تكون مدير لازم تضرب الويسكي با يديرك مدير عام معاه. دوك هذا الانسان هذا صافيكس هذا سرقوا كاع الاموال الاجنبي الميكرو بورتابل داو لهم كاع داو الامور. زيد هذو المراقبه اللي راح يديروا اضراب يوم تاع رمضان، يديروا لهم اضراب. كي يديروا لهم اضراب يوم ما عندهمش مانفاستيات با يراقبوا. روح نعطيك بكزم الدوائر تاعنا، شوف لا عندهم طنوبيلات يروح يدير لهم المخابر. وين هو ريديك نمو يدير المخابر؟ كل ولايه عندها مخبر تاعها. ورا بقول لي يجيبوا لنا البودر دولي، الرئيس هاي اختصاص تاعي هذا البودر دولي. تروح للامبورتا واش يقول لك؟ تعطيني 26% واش يدير لك؟ يدير لك 19% حليب كاع ما الحليب هذا كاع ما يعطي لك تاع 26% يعطيها لك يعطي لك تاع بلين يروح. زيد هذا انتريبتيرك تشوفيه يا هو دايرينو ماد ان كذا وهو تدت لك تركبو في يومين يتحرك. هلا يلا ما عمرك شوف يا الرئيس القط عاد ياك شوف يقرمش عاد يقرمش هاك شوف يعطوا له كيما يبغي. ما تقولي شحال تاع الماليه تاعها تاع بالدولار، انا تخلعت كي شفتها في كذا شحال اموال طائله وكذا. دوك هذه بقره الحلو بتوكل بني ادم ولا تبكر الحيوانات؟ انا والله ما فهمت اللي رانا نوكلوا الحيوانات هذيك حاجه وحده اخرى. انا ما فهمناش كاع امور، انت هذا صافيكس يجيبو كان رئيس دايره كان عنده الاجرام عنده مسبوق قضائي يروح يديروا مدير عام وهذه بهدلوا بينا القبر سرقوا لهم لي ميكرو بورتاب واحد ما لقاو خوه. هنا البليش وراي الدوله هذه وهذه الوزاره انا ما فهمتهاش اللغز تاعها على هي بعثوها غير سبيسيفيك. انا جدي كاع مش تش حكمها كاع انا مي دخلت غير هذه سي مختصه هذه امه ويقول لك ندير اوتوريزاسيون. هل اوتوريزاسيون قال احبابهم واصحابهم باينين هذا يجي اللانشات الرئيس هاي هاي شلاقم القط القط يسلا يمسح شلاقم هو هاي اللانشات يمسح بها القط ها مشوفوها لا الله محمد رسول الله ويقول لك انا وزير يروح يشتري غير الطونوبيلات اللي كونترول دي بري تاعو يروح زيد تدخل مواد تدخل للبلاد منين تدخل من البور وش يدير لك؟ يبعثوا ارساليات عبر المدراء كاع يبعثوا لهم، هيا سحبوهم كاع، ياك متمسخروا بينا، هذه خاطر يدير قرار في التدخل تاعو هذا في التلفزيون شفتوا واش يقول لهم؟ قرار غير قانوني وتجمد، يا البليس هذا راه هبك بلي هذه راهي ما اصبحتش وزاره اصبحت تمسخير هذه. هبك بلي واش تهضر كي تقول لي غير قانونيه هذه الاوتوريزاسيون ومن بعد تجمدوها. تبعثها للولات والناس يدوا لي سوتوريزاسيون بعد يعاودوا يجمدوها اسكو سي لوجيك. انا كي شفت اللانجات القط يمسح شلاغموها انا كان ياكل الفضله تاعي كيف صباح خير مني. اي انا بليش هذه وزاره مقصروا بينا وجاي ويقول لي الثقه يا ودي وراي الثقه هذه الثقه المتبادله راهي كل واحد يعرف صباح اصحابه.
انا ما نكذبش عليك ليلى الله محمد رسول الله من هذه الامور. انا نقول لك لي كونترولير الرئيس عندي في دار هذاك لي الكونترول كيجيو من المديه من الركزه من المديه تاعي انا هذاك بلي هما لي كونترولو الدوائر وهذوك تاع الدوائر اللي 40 كونترولير قاعد ما عندهمش مام با كرسي روح دير غير الكراسي الكونترولير تاعك ما عندهمش مام با كرسي ويقول لك راه نحارب. واش تحارب انت يا